معنى ذلك أنك إذا كنت لا تؤمن بوجود إله فنحن لا نجبرك بالعصا على أن تؤمن به، ولكن إذا اخترت وعرفت بالأدلة والبرهان وآمنت بهذا الإله ينبغي أن تلتزم المنهج الذي عليه أنزله الله عز وجل. فإذا خرجت عن المنهج عاقبناك بهذا المنهج، وإلا لماذا نعاقب الزاني عندما يزني والسارق نقطع يده عندما يسرق؟ لماذا إذا كان ليس هنالك إكراه في الدين؟ ثم هذه المادة قد تقال في دولة لائكية، أما نحن فدولة إسلامية، نحن دولة جاهدت من أجل هذا الدين وقدمت في لذات أكبادها من أجل هذا الدين، فكيف يأتي الآن اليوم ونأتي بقوانين صنعت من وراء البحار لتطبق في بلادنا؟ أليس في الدستور المادة الثانية دين الدولة الإسلام؟ هل الإسلام يبيح لك أن تطعن في الدين وأن تطعن في العقيدة وأن تطعن في المبادئ؟ الدين الدولة الإسلام معناه أن هذه الدولة ينبغي أن تكون أحكامها ماشية وفق منهج الدين. Quand Ali Belhadj disait dans certains prêches « La démocratie est impie », comment réagissiez-vous ? Ceci est un autre débat. Ceci est un autre débat. Si on ne prend la démocratie que dans un sens, que dans son soubassement idéologique, à savoir que la souveraineté appartient au peuple, il y a un débat religieux qui s'impose en ce temps-là. Pour nous musulmans, la souveraineté n'appartient qu'à Allah, qu'à Dieu et à lui seul. La souveraineté n'appartient pas au peuple.